أعلن البنك المركزي المصري عن إطلاق مبادرة جديدة لتمويل قطاع السياحة بقيمة 50 مليار جنيه، خطوة تهدف إلى دعم أحد أهم روافد الاقتصاد المصري. وتأتي هذه المبادرة لتعزيز الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي وتوفير التمويل اللازم للمشروعات السياحية الكبرى، وهو ما يعكس التزام الحكومة بدفع عجلة النمو الاقتصادي وتحقيق الاستدامة في هذا المجال الحيوي. لتفاصيل ينضم إلينا عبر الهاتف دكتور حسام هزاع، عضو الاتحاد المصري لشركات السياحة. أهلا وسهلا بحضرتك دكتور حسام. في البداية، حضرتك شايف أهم نقاط القوة في هذه المبادرة اللي هتسهم في إنعاش قطاع السياحة المصري وزيادة التدفقات السياحية؟ الحقيقة طبعا دي مبادرة هامة جدا في هذا الوقت بالذات، وخاصة أننا محتاجين عشان نصل إلى 30 مليون سائح عدد مزيد من الغرف الفندقية. فطبعا دي بتساهم بشكل كبير في ان اصحاب شركات اللي عندهم فنادق سياحيه يقدروا يحصلوا على هذا القرض بشكل معين، وطبعا بالتزامات معينه بفايده قدرها 12%، تساهم في تجديد بعض الفنادق المتوقفه او بناء غرف فندقيه سياحيه جديده. و بيبقى لازم يكون معاه ما يثبت ان هو صاحب الفندق الموثق من وزارة السياحة، سواء رخصة دائمة او رخصة مؤقتة لغاية ما يحصل على الرخصة الدائمة. ومن شروطها ان هو بعد تشغيل الفنادق ان هو يبتدي يدفع ما قيمته 40% من ايراد العملة الصعبة الى البنوك المصرية حتى يغطي ثمن القرض الذي قام باقتراضه مع الفوائد المترتبة عليه. وده طبعا هيساهم في تحصيل العملة الصعبة بشكل كبير، وفي نفس الوقت تسهيل فرص بناء فنادق وتجديد فنادق لزيادة عدد الغرف الفندقية الفترات القادمة. طيب دلوقتي دكتور حسام، حضرتك شرحت بطريقة مفصلة ومقتضبة تأثيرات هذه المبادرة على صحاب الشركات وعلى الاقتصاد حتى المصري ككل. إيه الفوائد الاقتصادية المباشرة لهذه المبادرة على العاملين في القطاع السياحي، يعني القطاعات الأخرى داخل القطاع السياحي غير أصحاب الشركات؟ لا طبعا هي ليها فوائد كثيرة جدا. يعني أولا بتحتاج طبعا سوق العمل إلى مزيد من العمالة في كل فندق من الفنادق في كل التخصصات، سواء بقى في المطعم، في السيرفيس، في الريسبشن، في الهاوس كيبنج، في كل شيء. زيادة الفرص العمل في الفنادق بشكل كبير. في 70 سلعة بترتبط بالسياحة، بمعنى موردين المواد الغذائية، موردين مواد النظافة إلى آخره. يعني كل ما هو مرتبط بالقطاع السياحي هيستفيد من إيجاد عدد غرف فندقية، لأن إحنا كل ما إحنا بنقول إحنا محتاجين ما يقرب من نص مليون غرفة فندقية، وإحنا عندنا 230 ألف غرفة. من خلال هذه المبادرة ممكن خلال سنتين لو هو في تجديد لبعض الفنادق المتوقفة نتيجة الكوفيد أو ما قبل الكوفيد، نتيجة مثلا حادثة الطائرة الروسية فكان متوقف لفترة معينة، دلوقتي هيبقى عنده الإمكانية للتجديد مباشرة، مش هياخد منه وقت كتير. وبعدين الفايدة 12% دي بالنسبة للتضخم اللي هو موجود، الفوائد في البنوك بالنسبة للودائع أكتر من كده بكتير، في 21.5% اللي هي كل 3 سنين 27.5. فطبعا ده يبقى فرصة لرجال الأعمال، وفي نفس الوقت هيتم تشغيل الفنادق دي بشكل كبير. زيادة عدد الغرف الفندقية هيؤدي إلى زيادة عدد السياح، يعني احنا مثلا عندنا الطاقة السياحية للفنادق دلوقتي 18 مليون ماكسيمم مثلا، طب لو زاد لنا 50 ألف غرفة يبقى احنا بنتكلم خلال الفترة القادمة، يعني يبقى احنا بنتكلم مثلا في 50 ألف غرفة بحوالي مثلا 4 مليون سائح زيادة، ممكن نتكلم في 22 مليون وهكذا. فطبعا ده بيؤدي، وبعدين كل مليون سائح بيؤدي إلى زيادة 200 ألف فرصة عمل، غير وجود العملة الصعبة، غير ارتفاع متوسط إنفاق السائح، لأن عدد الليالي السياحية اللي هيجي يقضيها سائح، في ناس بتقضي أسبوع، في ناس بتقضي 10 أيام، في ناس بتقضي أسبوعين، في ناس بتقضي 3 أسابيع، كل ده بيبقى بيتحسب من متوسط إنفاق السائح بداية من دخوله مصر
طبعا الطيران الخارجي لا، بدايه من دخوله مصر، بدايه من الفيزا اللي بيدفعها في المطار، من عدد الليالي اللي بيقضيها وتمنها مدفوع للدوله ولشركات السياحه وللعاملين في قطاع السياحه بضرائبها. طب يا دكتور، النقطه المتعلقه بمستوى الانفاق لدى السائح يخليني اسال حضرتك عن ابرز الجنسيات اللي بتشكل النسبه الاكبر من السياحه في هذه المرحله، وابرز الجنسيات المتوقع ان هي تشكل نسبه جيده لا باس بها من السياحه في الفتره القادمه. الفترة القادمة مش يعني أنا عايز أقول برضو الفترة الماضية اللي في الصيف اللي فات كان كويس جدا السياحة العربية في مصر والسياحة الخليجية في منطقة العلمين والساحل الشمالي، وكان متوسط إنفاق السائح الخليجي 300 دولار في اليوم، فده متوسط إنفاق ممتاز. متوسط السائح الأوروبي بيبقى بحوالي 150 دولار في اليوم، متوسط السائح الأمريكي بيبقى حوالي 200 ل 250 دولار في اليوم. طبعا في الجنسيات الاخرى بتبقى متوسط بقى الانفاق، مش الاوروبيه الغربيه، الاوروبيه الشرقيه الى اخره، متوسط عدد الاقامه في الليالي بمتوسط انفاقه من 100 ل 150 دولار في اليوم. طيب دلوقتي دكتور حضرتك، اتذكر انه في مداخله سابقه كنت اتكلمت عن نقطه غايه في الاهميه، وهي الاهتمام بملف الطيران تحديدا وزياده الرحلات التشارتر وما الى ذلك، ده بطبيعه الحال مرتبط بده. حضرتك شايف يعني اداء هذه النقطه تحديدا هتكون عامله ازاي في الفتره القادمه مع الزخم المنتظر في زياده عدد الغرف السياحيه؟ طبعا هو الدولة وضعت استراتيجيات معينة ان حتى المستثمرين الفترات القادمة يدخلوا في موضوع الطيران الشارتر، سواء تأجير او شراء طيران خاص. ده هيفيدنا كتير جدا، ما هو طالما في طيران منخفض التكاليف، تكلفته بتفرق طبعا عن الطيران المنتظم بشكل كبير، وده كل دول العالم بتستخدمه، وعندنا مطارات في محافظات مصر كلها سياحيه، كل ما زادت عدد المقاعد السياحيه ودعم الطيران الشارتر، لان الدوله مقدمه دعم للطيران الشارتر لغايه 2025 بحوالي 100 مليون دولار، فده هيؤدي الى زياده عدديه كبيره في عدد المقاعد. يعني انا لما يكون عندي مثلا الشركات اللي في الخارج بتوصل 20 رحله غير ما تكون بتجيب 30 او 40 رحله، لما يكون عندي ديستنيشن مختلفه مثلا 10 رحلات، انا بدي مثال طبعا، هم دلوقتي من الهند مثلا او 10 رحلات من امريكا اللاتينيه في الاسبوع، طبعا هتفرق كتير جدا للمحافظات السياحيه. وبعدين حتى في القاهره احنا عندنا مطار سفينكس يستقبل فيه، في البحر الاحمر، في جنوب سيناء، في الاقصر، في اسفان، في شرم الشيخ، في يعني مطارات كتيره جدا، دي هتزيد عن عليها او طاقتها الاستيعابيه تستوعب عدد الرحلات الطيران الشارتر المختلف، فطبعا هيؤدي الى زياده مع زياده عدد الغرف الفندقيه. يعني كان في بعض الاحيان بنشوف مكتوب ان وصل 180 رحله مثلا الى مطارات الغردقه في اسبوع، هي مثلا ومرسى علم، ممكن بعد كده مع زياده الطيران الشارتر تبقى 280 رحله في الاسبوع مثلا، وهكذا على كل محافظات مصر مثلا تبقى رقم كبير، لان احنا بيجي لنا مليون سائح، لما يزيد عدد الطيران الشارتر لو مثلا بقى عندنا مره ونص عدد الطيارات اللي بتنزل، بدل المليون هيبقوا مليون و500 الف سائح، وهكذا. نقطة غاية في الأهمية دكتور حسام. طيب سؤال أخير، ما الخطوات اللي هيقوم بها البنك المركزي لضمان الشفافية والفعالية في توزيع هذا التمويل؟ هو طبعا الشركات العاملة في المجال السياحي وبالذات في مجال الفنادق بيبقى فيه شروط معينة، وطبعا بيبقى فيه موافقة من وزارة السياحة وعميل منتظم مثلا في السداد، بالإضافة إلى الميزانيات السابقة اللي بيقدمها للبنوك في الحصول على القروض، وكان التزامه بالسداد إلى تحقيق نتيجة تحقيقه أرباح معينة إلى آخره. وفي نفس الوقت أقصى حاجة إن المستثمر ياخد مليار جنيه مش أكتر من كده، يعني وكل محددة بأسعار معينة، في ناس هتاخد طبعا أقل من كده، وفي ناس هتاخد ارقام قليله، وفي ناس هتاخد ارقام كبيره على حسب حجم الشغل بتاعه، بس هو محدده بده اقصى رقم للمستثمر، وطبعا يكون عنده كافه الموافقات ومن مكاتب المحاسبه القانونيه، عنده ميزانياته المنتظمه، الدفع والسداد منتظم بشكل كبير، وطبعا يسدد 40% من قيمه القرض بالدولار لغايه ما يسدد قيمه القرض وفوائده زي ما بلغت حضرتك بالشكل ده،
وأقصى حاجة تبقى فترة السداد خلال 5 سنوات. نعم، شكرا جزيلا دكتور حسام هزاع، عضو الاتحاد المصري للغرف السياحية، على هذه المداخلة.